كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتاب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش نتموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله متوفى سنة 771 للهجرة قبل الشروع في مجلس اليوم أذكركم بالفكرة الأساس التي شرحناها في درسنا السابق اللي هي العزيمة والرخصة فلسقيث مثلا ما كدنا مع المجلس الثامن أنفذ والدليل نعود المتن والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر كلمة الدليل ما دين الدليل الدليل المعنى يس الهادي نحضر فيما سبق مد نحضر في تعريف علم الأصول الناد مجموعة القواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية إذن مدين أي حكم من الأحكام أتحضر الدليل ينس الدليل التفصيلي إما ذي القرآن إما ذي السنة هذا الدليل هو الذي يهديك إلى الحكم الشرعي أكينا مثلا ما حكم الربا الربا الدين ضد ربي في سورة البقرة الآية 275 وأحل الله البيع وحرم الربا صفي تروح ضيغر الدليل مباشرة ولم تأدي لنا ضد القرآن في الربا الربا الحرام دروح يقول لك إني سيروي أذرين سيرويين غرضليد وقت درغ سليزانتيري سلطو دانتيري 5% 10% كنت مسفهم لا يجوز أخطر كل قرض جرى منفعة أو ربحا فهو ربا لأنه إلا لطو دانتيري فهو لا يجوز إذن أنسيه ديك الدليل ثان دليل تفصيل ثان دي الآية 275 من سورة البقرة وأحل الله البيع وحرم الربا أنقم ذي حل البيع الدليل تاخذ الآية البيع والشراء الزنز الآية قد تستوعب جميع أنواع البيوع جميع أنواع البيوع ما إلا يوم الوقت زنز المقايضة المقايضة شو المعنى يس المعنى يس يوم أديفك مثلا الزمور ويضيفك ثاظه وطناز ديفك تصمر سلعة بسلعة هاي الطرق بارك الله فيك السلعة بسلعة ثقي جائزة بيع سلعة بسلعة خطرك شمن ذي ألقي الألقي تفيد الاستغراق والشمول وأحل الله البيع كل البيوع لذلك الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص ما شمل العبادات العبادات الأصل فيها المنع أو الحظر إلا بنص لا نعبد الله إلا بما شرع ونعبد ربي سوى لسوني ديننا رزمو ثل القاعدة مولا شو لزم أدي سنلفو أدي سنلفو عبادة تجريط قال فلطناش قضى نزالي نسمي كذا وكذا ولاش إلا أنت خمس صلوات في اليوم والليلة كما شو لا نعبد الله إلا بما شرع وكذلك في الزكاة وكذلك في رمضان وكذلك في الحج وكذلك في جميع العبادات ونزميرالا أنا عبد ربي سوين سوين يغدينا ولكن المعاملات لا المعاملات مسرح مفرح هذا هو الأصل إلا بنص إلا إذا وجدنا نصا مانعا لذلك الشق الثاني للقاعدة الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص أخذم المعاملة إثفغل زنز طريقة يجي زنز طرق النظام أمثلة العقود الإلكترونية أمثل العقود عن بعد
عن طريق وسائل التواصل، يعني كل هذا العقود بالتوكيل بالإنابات، بالإنابة بالتوكيل سبورتاج لا بروكيراسيون الوكالة، ماشي مثل هذا الشيء اللي توكل ديون إما بالطريقة الشرعية القديمة، يعني بالسوال توكل ديون سوال نغثورة ذي زمان بوسا إلى قل كاغض لا بروكيراسيون هي الذي قدم ذات القاضي نغزات سينفكيد الوكالة بلي الشيني ذي ذوحيليس ما سيض الوكالة الله يبارك أتخدمض أين إيش دينا وين كيوكلن ذي ذي الوكالة ني في كذا كيوكو إذن مباحة. دليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر ذي جماعة الخير صافي ما دين صحيح النظر، إذن هناك فاسد النظر، هناك نظر صحيح وهناك نظر فاسد. اسمح لي المقدمات مازال نحشم يعني مليح لي على الاصول، والمقدمات تجي كلها ضروريه. لانت المسائل شد سلاغ، وعلى بالك علم الاصول يعني يحوج بزاف حضور العقل الى قليل ولا يحضر ثور مدلوغ سلاغ العقل أصف ضطاس تمثال سمخالف المدن إمي العقل ثيكوال سمحتي ثيكوال أثن استخدام ثيكوال أثن استخدام على من استخدم العقل الصرف بلا تحيز بلا شك أغسي وضع ربي سبحانه غير الصواب أغسي وضع الصواب نغسيني قرفنا الصواب خطر حتى صوابك نسبي فغادي نغبلي النقل وحده كما ذكرنا في يوم الأيام النقل وحده النقل يحتاج إلى نظر يحتاج إلى عقل للنظر فيه في نصوصه وأحكامه ومقاصده أكدوي القرآن الكريم ذا ولا ربي يحوج ولا ولا ربي ألا نفنادم باش يفهم مولاش مش يفهم صافي. ذلك أبو حامد الغزالي الله يرحمه يهضرت في اللسن إن النقل والعقل متلازمان كتلازم الشعاع والبصر إن ياك الوحي أكذ العقل إلى قذل الجميع باش نوضر في ذات سنوالي في ذات سكنيك لقى سنوالي أماكن إزري أو كتفاث إلى قد دكل نسين ما إلا إزري ذي طلام أرتوالي ضرس إزري ما إلا ثفاث لا ولاش إزري ذا أرتوالي ضرس صافي لقى ذي نسين يعني وفق ربي ذي تشبيهه تلازم القائم بين النقل والعقل كالتلازم القائم بين البصر والضياء أو بين البصر والشعاع. إذن العقل ضروري، العقل ضروري، والنظر ما هو النظر؟ هو إعمال الذهن في المعقولات. النظر تعريف نس هو إعمال الذهن في المعقولات، أما التخيل هو إعمال الذهن في المحسوسات. سمحتي في قد قيمة سألتي مزورة ليس المنطق ليس كل شيء نروح كان ستاوي ليوث يوث. النظر، النظر ما معناه؟ هو إعمال الذهن في المعقولات. ما تخضمض اللغيش ذي تمثال أري يفهم العقل ذي أري يميز العقل ثقي قرناس النظر وثلا إلى ما قرن ذا التخيل. التخيل إعمال الذهن في المحسوسات. أستعين بمثال ذكره الشيخ محمد متولي الشعراوي الله يرحمه
وهو يتحدث عن التعقل والتخيل. هاد فتح المثل ديف كانسا الله يرحمه إن أكثر من قيمة قلا في الجامع ننقيم بقخام نسلا إيو نستفطيب نسلا وستفطب نسلا وستفطب أكن من لا أكن من لا العقل النغيف كي يغدي والخضار نغلا سقسي وانت فغيض أكيني إلا ويستفطيب ذي ثبوت معنى إما ولان دقخان وذي انتقر واسيني ولي كان ويقلان إلا ويقلان الخبر يقول وقت يفكان نساء اسم المطلوب الخبري ويقول يفكان الخبر يقول ذي العقل النغي يقول يفكان ومخلف أرى العقل النغي يفكان ديو الخبر إلا واستفطف هناك طرق بالباب فقيل مسفى ما كذيس يا الله فقي نظر عقلي نظر عقلي إعمال الذهن في المعقولات هذه مسألة من المسائل التي تدرك بالعقل تدرك بالعقل فغما نروح دائرا في السناف المحسوسات أنوي قلان في فيرتبورث من الطارق استعرض تدنيني من الطارق استقبليت أنوي قلان في فيرتبورث ولا يخدمناك أبليجينا تخيل اللغن العقل ويسعر كاميرا ديفاكا ديفاكا ديزر أشولان ديفرا صفا سنسلحي الخيال نتخيل ليماجيناسيون ديماجيني بارك الله فيك كل يوم نشد ديماجيني بلك يوسقع قال يسعى الخبار أثان خاليسة دياس نغعميس نسكن يسعى الخبار أشيني بلك دي عمي ناد خالي خطر يسعك الخبار بلك دياس ويضي يفهمي طريقة الطرق أشيني استبطفقي وقيل بمغارني بابا وسيقر ذيكما وسيقر من بعد الغشن مخلفنا يكون ماشي انت شو تبغيض خطر نشم ذي ليماجيناسيون السمين الله ذي لا بروميير زون ذي المعقولات نمسفهم نروح الدوزيام زون الدائرة الثانية نمخلف اتفاقنا في الدائرة الأولى معقول خطر العقلي لا اختلافنا في الدائرة الثانية معقول نظريا وهو لأنه تخيل فكل منا يسمح له بالتخيل كما يشاء كل يوم دي ماجيني أشو يبغى نمس فهم ثورة ما تفغام شفو ثي المثالي أنروح ثورة انسى الشيخ شعراء والله يرحمه يشميث في دائرة في الخلق إن يخم كل يوم أين دي خلق ربي أسيقار كينيت وخلق غد صافي لو دي خلق لوجيك مو أنا مخلوق أنت مخلوق أنت مخلوق نحن مخلوقون هكذا غنسولي منك إذن هناك خالق إلا كرياتور عقليا يقفز العقل تقبل ذلك يقفز العقل ولاش إلا ويغدي خلقا تجي لا بروميير زون دائرة العقل يعني إعمال الذهن في المعقولات أعملنا الذهن في المعقولات وتوصلنا إلى النتيجة نفسها إني وضري في النتيجة نمس فهم؟ يلا نروح الدوزيام زون عند المخلف أنو يغدي خلق تجي مخلف من الغش لنو قاسي قارن يغدي خلقا للطبيعة لا ناتيور كل يوم شو تفلسف ذين ميد فانت زيك العقائد نزيه الباطلة كل مشي يوم منه
لا ترينيتي مثلا، لا ترينيتي اللي هي ثلاث معروف ديال المسيحيه، لو بير لو فيس لو سانت اسبري، فهي عقيده تقديم ماشي هو سن كان النصارى زوخون يعني بالانسان ماشي انسان تقديم، تعود الى 4000 سنه قبل الميلاد، 4000 سواس قبل ديلال سيدنا المسيح عليه الصلاه والسلام. واش مارد التفاصيل خاطر لا بارونتيز مشات توسع. من بعد ويعبد كل يوم شو يعبد وين يوم البرنسي في داخل القلب يعبد، وسقار ذا قور وسقار ذي طيج وسقار الكواكب النجوم عباد الكواكب، وسقار النار كما المجوس عباد النار، وسقار الطبيعة وسقار قوة وراء الطبيعة، اون فورس الا ذفير لا ناتور ذفير الطبيعة وراء الطبيعة. المهم يعني قسم وفريد، لذلك إذا ميم خلف إنسان الحق على بالك إن هذا رفزيك مش في ثورها قبل بعثة الأنبياء والرسل دين مش قاعد ربي مش قاعد دين مي قفل كل يونان دي برونشي ميم في زمن الجاهلية دي قريش تفضل دي الجزيرة العربية ويعبد قوبل وهو بالولات والعزة مخلفني صان الأصنام أو من نصل أصلا كل يوم شو ضرويس كل يوم شو ضربيس. ولكن ثورة ما نبغى نمسفهم نروح تروازيام زون ليش هوت أدنو غالي لما الطريق النية نبغى ما نبقى نمسفهم أثن استقصي أن وحشيني مالا ديني كيني ذي الفلاني نغالي غالي مسفهم ودي قمار الشك من بعد يزول الإبهام بعدما صرح وعبر عن نفسه من الطارق أكاسين أنوي شيني أنوي لأخيني من الطارق أخيني كل فلاني دخلوا غامس فهم خلاص مرحبا لا أسلامة ثم نغل الخالق لي من الخالق إلى قذن سدي جوبا ذاك يجاوب الطارق ذاك يجاوب الخالق نمس فهم وين دي خلقنا دي جاوبن نكون قلا عرقار ان ويغ دي خلقن والزراره نزرى بلي نتو خلق دي لا ويغ دي خلقن مي ان وزراره ذاك مخالف مخالف للناس هضر كل فين سلم كل زرا كل امم يغنى وللانبياء زران ذاك ربي دي نطقن مي يمشي دي نطق يشقعد يمشقعن ام يقارن ام ولهن انتلسا الانبياء هداة البشريه لي ميساجي لي بروفيت ايش كاع يثنيد امش دين ربي امش دين تقى ربي ذي القران ذي الايه 25 من سوره الانبياء وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وين اللي في السقسايم ذيون اسمي ربي سبحانه ورسعي الشري زرامي غير دبي غير كواكي باش كتهضر كان في العقل ثورا في بارونتيز نظن دنو غال الحياه ديال الغاشي ديال التجاره ديال السوق ديال الخدمه ديال كذا ما الا الا العقل ارنو يسل القران الوحي السنه صافي تقرز الدعوه إما إلا القرآن وكل السنة لان العقل بلوكيف أور نفهم أور نسميز أور اللي بغا ثروي بروي أنا غالا نسروات كام نغمان جان الوحي ذي ثما أسي نكون الحواجرة نكون حواج العقل وحده أسيني خاطي العقل كنيفغوي إلا فهو تابع والوحي متبوع الوحي متبوع والعقل تابع والعقل كسائر الحواس محدود وشي قرايون سعي غلاغ وريسعى وكثيليسا اين فغيغا فوضى سوالاغي وسين خاطي اماكن ازري محدود وليد كان في الحضاقي يون رزما ذي وليد في الحضاقي الا لا نغاشو الى كلش سوالي ضاره خطر ازري محدود ونهضر لا تكنولوجي وكذا نهضر في البصر العادي وإذا غطينا نسات محدودة أيضا
خاطر الذي صنعها هو العقل، والعقل محدود، والإنسان عظيم بعقله. تفضيل الذي خدم الباطي من شتيلات نتسيس على 170 من الباطي ما شحال الساعة سوى اللغي سيقوان يخدمك لي، يعني ما دير نتسا أكد لي كيف يخدمني ذاس. اسمع أيضا محدود رزمه، وإلا ثورة نسلك الأصوات البشر شو أنت معيش فيه، نكون في حرج. صافي كل شيء محدود، حاسة الشم محدودة، سري حضن شحال متر 100 متر 200 400 كل شيء محدود. ولذي العقل ما يجري على الحواس يجري على العقل. إذا ربما فهمتوني حبيت أن أعطي إشارات بالنسبة للذين يؤلهون العقل. فالعقل إذن محدود، ما يلون استخدمار العقل النغ أتسيري ذغلا نارشي فوضى سي بوسا دي فوا دخلت واشولتا الروي دخلت واشولت نغاث عقالا ما يغاف العقل يغاف ثروي ثبروي أسنظيم ميك ما نغي اللي هنا كذا أنخدم البروجي كذا وكذا ذنك هذا يفكن كذا وكذا أتصفض بركة كهردناك وذيناك يرونك المخيشك سدروشن خطر ليش كل العقل وليش لا العقل لا المعقول لا ولو لا ريزون لا لوجيك وروح كلش. وعلم الأصول يحوج العقل جوستومون حوجي مليح، خاطر ثور مالكش بيت مثال رزاف خاصة سي الدرس يديه دون رزاف المجلس يديه دون رزاف أن في العقل نحوجي مليح. والعقل أكيد نسيد الميزان أغد يفك أطس نتمس ذلك هذا كيف يعني بصحيح النظر، وصحيح النظر يربط النتائج بالمقدمات. هناك مقدمة تؤدي إلى نتائج، مقدمة تؤدي نتائج، نتائج هي ثمرة مقدمات. بعد شو دينا إند إلى مطلوب خبري، إلى مطلوب خبري المراد بذلك الحكم، وهذا الحكم قد يكون نهيا وقد يكون أمرا. وبعدين الناظم تجدين سبكي رحمه الله يروح ينقش في المسألة جزئية ثعرش الطحمي إلى قاسديني بتبسيط إنه واختلف أئمتنا، يقصد بذلك أئمة يعني أهل السنة والجماعة، هل العلم عقيبه مكتسب؟ زي ديننا عقيبه أولا يجوز باش الدين يضع عقيبه بلالية إذا عرفت يجوز الدين يضع عقيبه. أولا الفرق بينهما ما دين عقيبه معنى أمر قد حصل مباشرة بلا فاصل أو بفاصل قصير، إدراك إدراك مباشرة عقيبه. مثلا أتفض قاعدة من قواعد مثلا قاعدة الجاذبية، مثلا الفعل ورد الفعل، بارك الله فيك، مثلا أعطيك صحة الشيخ بارك الله، الفعل ورد الفعل مباشرة يكون هناك فعل يكون هناك رد فعل، نغي يكون هناك نار أوتوماتيك ممكن إحراق، النار كانت تتبع الإحراق أليس كذلك؟ ثمست ما تشعلط شعلط ثم عقيبه يفقد أدفغ ثفث ودفغ الحرارة، يعني أكسيون رياكسيون تخدم ذاك الظلاميط يشعل الغاز أدفغ أتشعل تمس ودفغ وين يصر غاين ودفغ وين يتضوين دي تسكن ثفث خطر ثيمس تسكن سين الأمور تسكن ثفث الضوء تسكن تصر غاين تصر صدك اسميس ايفكين ثمس إلى قد يرغ إلى قد يرغ. والقصة سيدنا إبراهيم سمسيك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ذاكيش من ضرب اسمها عطل ربي مسبب الاسباب ومعطل الاسباب، ربي سبحانه يدينا هذه يطبق هذه سوره ياسين الايه 82 انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ايلي ذيلي. لذلك ربي سبحانه ذاك سيدنا ابراهيم الخليل اسمي سينا غيث مستنا كوني بردا وسلاما. عطل الشيخ الشعراوي مرة أخرى في التفسير
ينس إنك عطل عنصر الإحراق وترك عنصر الإشراق، يعني إيجاد يحبس ينس الترغاين، ولكن إيجاد ينس ضوين اللي هو عنصر الإشراق عند تسكن ثفاف. لو كانوا يحبس راوينا عنصر الإحراق غادي يرغب إبراهيم الخليل أثينا فينا وغان ذي غذ ذي غذ ذي غذن ذي غذن ماك داير، ولكن ربي سبحانه وصل قدر رئيس إني أسيت مسحبس أكو هواقي وصر غيارة، ولكن دا غنيس بردا وسلاما لو كان دا غدينا راه سلاما إذ ما ذي مثل البرودة إما ذي مثل ذي كونجلي صافا ذي مثل ما يرغى من غادي كونجلي البرد. أي غردني غاكا فرا مثلا قانون الجاذبية واقي سرح غاس إلى قضية معناه حدث السقوط، السقوط الشاقولي عقيب إطلاقه، عقيب ماشي عاقبة أبري هو أبري ولكن جوست أبري عقيب مدام سلح غاس كان يصبد وريخ ذي مركة شوية لقدي هذه قاري شوية أنا غادي روح ساعقل مباشرة يصبد. لذلك كم حروف العطف، حروف العطف ذي اللغة نحو جن بعد من ذي الأصول قواعد الأصولية اللغوية الواو والفاء ثم في كذا يكون ساعة تأكل معنى سنت هي حروف عطف ولكن مخلفة ذي المعنى. واو حرف عطف يفيد مطلق الجمع جاء فلان وفلان المعنى يستسامد ذايا ماشي المعنى يستشير مزوره خطر نغد واو ذي الواو تستسامد وخلاص. ملوك ديني جاء أخي فأخي معنى ذلك الشيء مزوارو وانت سيجوست جوست أبريكش بلك شمرو انت سيدفعك ثمثم ولاش فاصل إما بلا فاصل أو بفاصل قصير. لك ديني ثم أديني ثم كيف كيف تفيد الترتيب مثل حرف الفاء ولكن تفيد الترتيب مع التراخي. لك ديني جاء أخي ثم أخي أبري وإذا غبري إذا مدة طويلة لا ندري. لذلك ربي في القرآن المدينة أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم تفيد التراخي أماته يموت وبعدين فأقبره ذاك إشارة باللي تجلد 20 يوم ذو كونجيلاتور يسعى الشغل يسعى رونديفو امبورتون أكو ذا منكر ونكر أو يستسردين فأقبره وبعدين ثم إذا شاء أنشره النشور يأتي بعد ذلك. واختلف أئمتنا صفي إذن عقيب عقيب أجيل معنى يس يعني حصول شيء بعد شيء بلا فاصل أو بفاصل قصير. من بعد واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب معناه مسعيد العلم نتيجة العلم هل نتيجة اضطرارية أم اختيارية؟ مدض مكتسب معنى اختيارية مدض اضطراري معنى غير مكتسب. قد حصل خلاف بين العلماء هل العلم عقيبه مكتسب يعني أثره أو نتائجه مكتسبة يعني اختيارية أم اضطرارية. نخليها أكتفي بهذه الإشارة وخلاص. بعدين يروح هذه الظرف الحد والحد الحد به يميز الشيء عما عداه مدض الحد تلست تيليست ويقرص تلست ويقرص تيليست إذن تلست وقذيلة الفلاني وقذيلة الفلاني ذا شو فرق نجارس تيليست. هذه هي الحدود وربي تحدث عن الحدود تلك حدود الله لا تقربوها لا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. صفي ربي سبحانه يخدم دق الحدود ولش أين سارة ثيليسة كل حاجة سارة ثيليسة
إذن ثلاثة لستاجي في تعريفها معنى الحد هو الأمر الذي يميز بين الشيء وما عداه، يميز بين الشيء عما عداه باش بالحد. الآن إفكار دنسة تعريفين تجدين سبكي إناد، والحد الجامع المانع، معنى الحد لازم يكون جامع مانع. سلم ذي التعريف ماكيني تعريف جامع مانع. ما معنى جامع؟ معناه جامع لكل أفراده. في اللغة الأصولية يقول لك جامع لأفراد المحدود، الحد جامع لأفراد المحدود. لو كان شيني في كي تعريف القرآن الكريم، في كي تعريف جامع مانع، جامع مانع معنى جامع لكل أفراده أو لأفراد المحدود، ومانع لغيرها، مانع لغيرها. نحاول نعطيه مثال بالتعريف القرآن لأنه بسيط باش نفهمه. القرآن الكريم ذو ربي قد ينضى كايك فيه حين القرآن ذو ربي، ولكن ما كنا في تعريف جامع مانع ماشي إذا نشتاقي كان تصدينا الدين هو كلام الله ذو ربي أي غير دين كلام الله تمييزا بارك الله فيك تمييزا له عن سائر الكلام. معنى ماشي ذو الأنبياء، ماشي ذو الملائكة، ماشي ذو البشر، كلام الله. الدين نعم منزه عن الخطأ. المعجز إلى قديم المعجز خطر كلام البشر ماشي معجز، ولكن كلام الله معجز. والقرآن معجزة خالدة، خالدة إترنال. لذلك في القرآن اجتمعت المعجزة مع الرسالة. سيدنا موسى يسعى التوراة، يسعى المعجزات النظام تعكس تكون معجزة إزراء. صفي ثلاثة ثلاثة ذي القرآن الكريم ذن تسيد المعجزة وذن تسيد الرسالة، اجتمعت المعجزة والرسالة في القرآن الكريم. إذن فهو كلام الله المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أي غرد النكي باش لغا تنميزة فيها قطر الزبور في داود، التوراة موسى، الإنجيل في عيسى، القرآن في محمد عليه الصلاة والسلام جميعا. صافي إلى قد يستعرف إلى يقول لك هذا حد، هذا قيد المعتبر، قيود تشكل التعريف الجامع المانع للقرآن. صافي إلى قد ذاك المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارمياس باللفظ العربي. أي غير مش شوية ديال القرآن الألماني الإنجليزي أشي القرآن زلت نا إلى قصد نغر كما أنزل. صافي المنزل باللفظ العربي وربي دينا إن أنزلناه قرآنا عربيا، في آية أخرى بلسان عربي مبين باللفظ العربي. صافي القديوي المتعبد بتلاوته، المنقول إلى بالتواتر، المكتوب بالمصاحف أو في المصاحف، المبدو بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. يعني هذه أهم القيود. تعريف هذه زماكين هو تعريف جامع مانع. كان يضيف اللي عن طريق سفي الأنبياء جبريل وكذا، ولكن هذا رفضه بعض العلماء، قال لك لأنه هو سفي الأنبياء لجميع الأنبياء، إذن لا يميز القرآن فقط، هو كل ما أوحاه الله عز وجل للأنبياء للرسل جاء عن طريق سفير الأنبياء اللي هو جبريل عليه السلام. ولكن تعريف الجامع المانع مما بالمناطق وكذا دين في الإنسان، الإنسان حيوان ناطق وكذا، وكذا دين الإنسان حيوان، حيوان مثلا يأكل، وكذا دين يمشي كلها يقول لك لا ناطق، وإن كان حتى هذه فيها كلام على كل حال، ولكن هذه تقريبات يعني باش كان نقرب. صافي ما دين ظل الحد الجامع المانع، الجامع المانع جامع لجميع أفراده
مانع لغيرها. ويقال المطرد المنعكس. لا ديفينيسيون تعريف. بارك الله فيك الشيخ. التعريف اعطيك صح الشيخ التعريف. ممتاز ممتاز. لا ديفينيسيون عشان في لا ديفينيسيون كذا وكان في كي لا ديفينيسيون ايثوانت في كي لا ديفينيسيون اللاز لا ديفينيسيون خاطر اللاز ولا من 20 سنه لا كي قرن لا يعرف تعريف الجوع الا الجائع. لا ديفينيسيون نربح لا ديفينيسيون خساره لا ديفينيسيون الى اخره. ثم بعد تجدين سبكي إن هو يقال المطرد المنعكس. يعني أخذ شو الوايو قال صفي الحد الجامع المانع. بعدين شو يقال المطرد المنعكس. ذي شو مع حاجة مطردة معناه حاجة متتابعة. الاضطراد معناه التتابع. مثلا لو كيدينا في العرف العلماء يقول لك من شروط العرف من العادة المحكمة أن تكون مضطردة. معناه ماشي عرف طارئ يغريد كان كي لا ولفنت مدن أمشي تسمح حسام الغاشي دي السوق مثلا أتفضي ون سمحتي يغد ثفو ناس يغد زيلان أكن لله ذي العرف ذي سمانة معش العيف دي, دي, دي فانستير إيفان دي العيف نغذي سوق السيارات نغذي يكذي ذي الأمور التجارة ما إلا يون عرف قائم معروف دائم ماشي طارئ ماشي يسدين فكي يتوسن نغذي الأمور الزواج يلا نكشم ذي الأمور الزواج هنا ما إلا العرف قائم أنه ما إلا ميس إلا بافاس إلا جديس أنه وقت السثور النسبة ذي العرف النغذ ماشي ذي ميس ذي العرف النغذ. لذلك الشيخ النغذ زران شو ألاقي ماشي ذمي ساري ينتقل زدت فافاس زدت جديس هذه يطلب النسبة ذي الفاتحة أكلا ماشي هيك هو ريجوج ذاك شي شني زراناك ميليون العرف ديجا فافاس وري نتقرا ما إلا جديس فافاس ما إلا يمسى مقران وميقار غدا وثقي من خصائص الحضارة الأمازيغية تقوى مليحة يكون ساعة غدا قارنوا الحضارة تظهر شو ولاقي ورا كان يقول لا ايه الا وين سعي يجهد مليح ذي الحضاره من الامازيغيه ذادا ولو كان يغلب فيه كان شوط ذادا لالا الى اخره لالا لا يراشيكي لا السلمي والسلمي محترم اتفض باب السني ولي السثوراره زاد في كما سام قران غزاد باب جدي سبقشيشي زاد في السنسا حرف قائم ذي الفاتحة ما ثلاث أعمام ثي لوان داتو ذري ساعة تاع أعمام تاع أعمام مقدرة 500,000 500,000 مقدرة خدمت يرسا المعروف العرف ما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم من قول أو عمل صافي من شروط العرف الذي يحكم أو العادة التي تحكم والعادة محكمة لازم يكون عند الشرط الإطراد. الإطراد معنى التلازم في الثبوت أما الإنعكاس فهو التلازم في الانتفاء. الإطراد هو التلازم في الثبوت والإنعكاس هو التلازم في الانتفاء. وذاك في الحقيقة مدهن ولاقي يناد ويقال المطرد المنعكس هو الجامع هو المضطرد والمانع هو المنعكس. خطر وين يكون هناك تتابع يكون هناك اضطراد لازم يكون هناك تتابع وما يقابل الاضطراد هو التخلف أو الشذوذ أو الشذوذ. وبعدين راح للمسألة أخرى يقول لك الكلام في الأزلي. الأزل معنى القدم. لكن الكلام يقصد كلام الله. نعم هذا كلام مختصر بدي هضر سؤال. الكلام في الأزل من خلال السياق تفهم الداقي ودي يقصد غير أول من الدنيا كلها يقصد أول الربي والكلام. هذه أيضا مسألة
أدخلها تجذب السب كيف قلت في الحقيقة يعني هناك من ينكر ذلك عليه وعلى أمثاله ولكن الحقيقة عنده الحق يعني نسي كلها يعني عمليات عقلية وظائف عقلية باش العقل هذه مغور المشكلة ياكل أن العقل مور يخدم راه ونسافر يمنغ ما يخدم العقل المفروض صبا الحد الأدنى يقلق قال مسفهم كل غشي يصير خاطر هناك عقل لذلك سمحوا لي نهار اللي قيل لأبو بكر الصديق كيف أدركت كيف عرفت ربك الناس عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي يستخدم عملية عقلية إناس العجز عن الإدراك إدراك والتفكير في ذات الله إشراك العجز عن الإدراك إدراك سنصل إلى موضوع الإدراك بعد حين والكلام في الأزل يعني كلام الله في القدم يعني مقصود بذلك قبل خلق الخلق قبل الذي خلق ربي فخلقي قيل لا يسمى خطابا وقيل لا يتنوع ما دين قيل لا يسمى خطابا إذن هناك فرضية أخرى هناك من يقول أنه خطاب بخلاف هذا هذه الفرضية وقيل لا يتنوع إذن هناك فرضية أخرى تقول لا يتنوع قيل يسمى خطابا علاش لا يسمى خطابا ربي قبل أن يخلق خلقيه أم كيس نسمي وواليس للخطاب والخطاب يلقى المخاطب ما رسين ضيوني تمسلاي معنى إلا أمي تمسلاي صافي هناك متكلم هناك مخاطب إلا ودي مسلاين إلا ومن تمسلاي فمثلا سادتي الأفاضل أنا أكلمكم أكلم وهناك مخاطبون يعني لأنه قال السم حسن يوني تمسلاي ويضي السم حاس أكا أش قرنا مش نسمي كلام ولا شو قال السم حسن قبل أن يخلق ذا خلقيف قبل أن يخلق ذا خلقيف صار فلوش السم حسن وقيل قيل لا يسمى خطابا ما معنى هذا لعدم وجود المخاطب لأن المخاطب لم يخلق بعد ولكن هناك من قال لا هو خطاب حتى قبل خلق الخلق لأن الله تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان علم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون فهمي يا أخي كوراج لأنه قلت قالنا هو كلام ربي سبحانه أولي سنوال ولما قبل دي خلق فخلقيث خطأ نكوني أحداث نكوني نسد ربي غدي خلقنا مي الخالق إلا هو الأول ولا شيء قبله والآخر ولا شيء بعده إلى آخر ما تعلمون في العقيدة ننسيه ما لا هو خطاب للمخاطبين في المستقبل معنى سيأتي الخلق ويخاطبون بكلام الله أثنى سد الخلق ربي شجع أواليس البشر عن طريق النبيين أكثر من شجعني ذي شجع شجع أسن ذي مشجع وقيل لا يتنوع وطبعا يتنوع معنى فيه أمر فيه نهي فيه خبر الذين قالوا بأنه ليس خطابا لا يمكن خطر بعد وجود المخاطب عقليا لابد أن يتنوع الخطاب لابد خطر يتنوع الخطاب بتنوع المخاطبين خطر ربي سبحانه خاطب الكفار وخطب المنافقين وخطب المؤمنين وخطب وخطب تنوع الخطاب بتنوع المخاطبين مريم سليون على حسب شو إلا نذين أتظيم دقخان أذي مسلاي ثمغار أذي مسلاي السليث أذي مسلاي ميس إي الليس أذي مسلاي يعني حسب المخاطبين وقذي إلا نذين كل استفكرة مسلاي سلاقا ربنا عز وجل خاطب الخلق
من خلال أنبيائه ورسوله. أمشي دي الشقعي سيدنا نوح، أمشي دي الشقعي سيدنا موسى، سيدنا يوسف، سيدنا يونس، سيدنا عيسى، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جميعا. أم بعد يغال دار النظر إناد صفت مسألة خلافية يعني بين العلماء، ولكن والمسائل الخلافية يقول لك تقوي الملكة الأصولية والملكة الفقهية. مين بالمسائل الخلافية كي؟ ماشي معناتها ولا قبل ما تقلقنا نورمال. كلما تعددت هذه الرؤى وهذه الآراء والاختلافات كلما اتسعت مدارك الإنسان، اتسعت مدارك الإنسان، وكذلك يتدرب على إعمال العقل مع الفرضيات كامل. أسوالي من بعد مثلا ذي علم الأصول برمش في مسألة رزات إن شاء الله أتوليم أمشي العقل نحوجيث أطاس، نحوجيث أطاس. والنظر ذكره يعرفنا يغلد إنك صحيح النظر فيغلد مرة أخرى باش يهضر في النظر. يدو النظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. طبعا العلم يقابله الظن، النظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. لناد النظر هو إعمال الذهن في المعقولات، أما التخيل إعمال الذهن في المحسوسات المجسدات المجسمات. والنظر الفكر المؤدي إما إلى علم أو إلى ظن. أنقم ذي العلم اسمح لي ذاكي استعين بواحد الفكره في علم الاصول تنستخدم فيها تنحوج شورا ابارد مو الغرس رزدات ان شاء الله. لو كذا كيني القران الكريم هو ثابت قطعا يكون عن رب العزه، كله قطعي من حيث الثبوت. القران اكن مايلا ضرب به دشك يعني ينساكو. والسنه ادين فيها القطعي وفيها الظني، خطر السنة لن أحاديث إصحان لن أحاديث لا سيد فند في الله سنة ناس باللي ينثين سوين دين نار. والنظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، يعني من نتائج النظر إما علم يقيني وإما ظن. يون ميلا غادي يستخدم اللاغيس إما ذي وضر ثيزت يقينية إما ذي الظن. نعترف الدلالات في الثبوت أن القرآن كله ثابت قطعا، ولكن السنة لا، هناك قطعي فيها قطعي وفيها ظني، ولكن من حيث الدلالة القرآن والسنة كلاهما فيه القطعي وفيه الظني. إلا وندى القرآن في كاد الحكم قطعي واضح، إلا وندى ظني قابل لتعدد الفهوم تعدد الفهم، يعني كل يوم كيف يفهم مفهوم إذا كان يحتوي على مثلا على لفظ مشترك أو شيء من هذا القبيل، وسيأتي البيان في الوقت المناسب. والنظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. سمح لي يكمل نتا إنه هو الإدراك بلا حكم. أدغرغ المقطع بعد دفتة الخلاصين في حدود ما بقي من زمن. والإدراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق. كيقول معنى وجازمه معناه جازم التصديق الذي لا يقبل التغير علم. باش الدين ينبض إلى درجة العلم الذي يفيد اليقين مع لا يقبل التغير. لذلك سجلنا للتيوري لنت الحقائق، هناك نظريات علمية هناك حقائق علمية. سوالي مثل دي فاضل ما يسمى بالإعجاز العلمي في كوالي لو أن دام حسب أنت مدن سين الحقيقة في لهم مش الحقيقة، هي نظرية نظرية فرضية إلى قلم ما نبض درجة اليقين دين وجد العلم مو ليش خاطي مفهوم. وإلا الإنسان ربما يرتبك كيشينا مش ناندا حقيقة علمية وبعدين العلم تطور يظهر بلي لا مش حقيقة علمية مسألة كيف. والعلوم راهي ألحون تأكل علوم ياكل أتناذين تغفيذت أسمي دوفان بريثا مرثة الدوير القاعة الدوير قال لي ميسينا إي بورتون إل تورن
يوين تباشا السعدين دي الحفظة من القرآن سيقروا مع ذلك فهي تدور يستوث العلم سرت درجة والعلوم تتطور وبعدين ذلك هو جازمه أي جازم التصديق الذي لا يقبل التغير علما ولكن والقابل اعتبار صحيح إن طابق إن ذكن إن طابق إنسان نورمال المفروض يقول إن طابق الواقع يعني مطابقته للواقع قرينة على صحته كما بين قوسين كنت كلموا على اليقين اليقين درجة اليقين لان ثلاثة درجة قرنس علم اليقين ثلاثة درجة عين اليقين حق اليقين لو كاد نفكي مثال أديني ثشينات أدي السيونة دي هضر ديون مثلا أديني ثلاثة الحيرث ذي عززقا الله يبارك سفغ ديون تشينا كأدفكذ الأوصاف تشينا تسام قرانت كذا 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 وقسمي علم اليقين كذا غد العلم الأوصاف تشينا نينه انت في حيرتي ذايا كذا غد المعلومة نسلياس علم نمنيك خطر أصلا نصدقك لينو من سيد سيد النير أم بعد أسيد سفغض سوقلمونيك أتنوالي اليقين يرتقي لا يرتقي أتنوالي أنوالي بلي أين دني ذاكني تيذت تام قران تزقاخ كذا كذا صافي العين أغثر له اليقين عين اليقين ثولا الصيت إما إلا فكرتي عرضيت خطرتني ضفني نث أذيف لكني والله حق اليقين وقلت شبيه كان فقط ثولاً كني الجنة والنار وعذاب القبر كل شوى لقية يا أخي ثولاً سأل العلم علم اليقيني قطر وغدينا ضرب سبحانه أكد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من الغيب الذي صدقناه ما وصل إلينا وحياً عن طريق أحد الوحيين أو عن طريق الوحيين معاً صدقناه بيقين ولكن من المرأة ما نوضى كردين غادينا كل شديفان على حقيقته ذاكينا يكي مدينا والقابل اعتبار صحيح إن طابق ودينا الواقع كي دين وقع الواقع معنى إن طابق الواقع فهو العلم فاسد إن لم يطابق وبعدين وغير الجازم يعني هذاك التصديق إذا لم يكن غير جازم أذ يغال إما ظن أو وهم أو شك هكذا قال يعني يكون ظنا إذا كان راجحا يكون وهما إذا كان مرجوحا ويكون شكا إذا كان مساويا خطأ هكذا قال لأنه إما راجح أو مرجوح أو مساوي وقي ثقيد الميزان الأصوليين ميزان الأصوليين خطر سمحتي الميزان يلا لو كان سيدي ينتوالي فكيد القلفة قردن روح أرتحانو تنس فكيد القلفة قردن إني دي كان شاكي دي جاوب فرماث غدوك ذو فلاحة راقز إسن إما إلو ليجونا قلتو أم شاكي دي يفهمك؟ أمشي كده قصدي ضيما أمشي ريف هم وين بس سلكيلو ولا لا أسين في كده 10 كيلو نافكيد كده ميكو أسين في كده الجلفة نافكيد 5 أوسق إذا غادي نا ورزاك نغنا صاع كو أسين في كده كان صاع أنا دايفهم شو معنى الصاع لذلك كليون للميزانيس الأصوليون أكذ الفقهاء كليون يسعى الميزانيس أكذ في مثال باش أدو على غرفي لو كذا حيني مثلا كي عرفنا الفقه عرفنا قول السنة السنة ندع عند الفقهاء عند الأصوليين وعند المحدثين ولا من الموازين السنة عند الأصوليين نقيم كان أصوليين وكل محدد الفقهاء
ما معنى السنة عند الأصوليين؟ ما أثير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أضيف النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. السنة قولية فعلية تقريرية، صح؟ ولكن السنة عند الفقهاء إما ما يقابل الفرض، أدينض رمضان ذا الفرض، صبرين صيام ستيام سنة، رمضان ذا الفرض السحور ذا السنة، أكا نغ ما يقابل البدعة ثقي السنة ثقي بدعة. وقيد ميزان الفقهاء مختزل مختصر، ولكن ميزان الأصوليين ذا النظام أين السلامة كالميزان ثلاث نفذاقي إنيك وغير الجازم، التصديق غير الجازم، إما يكون ظناً أو وهماً أو شكاً. يكون ظناً إذا كان راجحاً، يكون وهماً إذا كان مرجوحاً، ويكون شكاً إذا كان مساوياً. وعند الفقهاء لا، عند الفقهاء إنه كين القطعي وكين الظني، القطعي والظني. للحديث بقية إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.